روح من الزمالك للاسماعيلي، والاستقر مجلس ادارته برئاسه المهندس ابراهيم عثمان على انهاء التعاقد مع البرتغالي بيدرو المدير الفني للفريق في نهايه الموسم الحالي، ورفض التجديد ليه بعد النتائج طبعا السلبيه لنادي الاسماعيلي في الفتره اللي فاتت، والتراجع طبعا للمركز الثالث دلوقتي في جدول ترتيب الدوري الممتاز. كمان مجلس اداره نادي الاسماعيلي بيدور على مدير فني صاحب خبره كبيره عشان يتعاقد معاه في الموسم الجديد عشان الاسماعيلي يقدر ان هو يرجع مره ثانيه ينافس على البطولات.